متابعي قناه استوس ويد منى، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جينا اليوم عند المحل ديال خويا ياسين، المحل الخاص ببيع ملابس ومستلزمات الرضع، المحل اللي كاين في قصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه الدار البيضاء. كيسدوا فقط غير يوم الجمعه، وبيان سور كيدير الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب. جينا اليوم باش نتعرفوا على لا نوفيل كوليكسيون، شي حاجه كتحمق. خويا ياسين دابا راه ولا معروف بالجوده والهوته، يعني كيجي لكم شي حاجه زوينه وثمن جد مناسب. شوفوا معايا اللبسات اللي كيتسناوكم، اثمنه ما يمكنش. غنقول لكم من دابا شتي هادو 60 درهم، بقاو معايا البنات باش تشوفوا الشكيلات اللي فيهم. شوفوا شوفوا يا البنات، موديلات كيحمقوا فيهم اللوينات. عندنا بحال هادو، عندنا بحال هادو. شوفوا لي مامون اللي كيتفرجوا فينا عندهم دي بيبي صغار، الحوامي اللي كيوجدوا حقيبه الولاده. لو كونسيبت ديال خويا ياسين اللي ديما كنذكركم به، كيتكلف لكم حقيبه الولاده دو ا زد، ملابس دي برودوي ساك وحتى الالات، اي حاجه كتخص البيبي كيوفرها لكم وباقل ثمن في السوق. وشوفوا معايا واحد الخيال، شوفوا شوفوا لا كاليتي، بغيتكم تشوفوا لا كاليتي. لي غونيير ديال 200 درهم عند خويا ياسين، اثمنه جد مناسبه. تبعوا معايا لا فيديو، شوفوا اللوينات اللي فيهم، شوفوا الشكيلات البنات. شوفوا غادي تبرعوا لي بيبي ديالكم، ناخذ هذه. شوف شوفوا البنات، شوف كاين اللي كتجي قطعه، كاين اللي كتجي جوج القطع. ياسين براكم الرقم باش تواصلوا معاه، راه كيبان لكم على الشاشه. شوفوا لا كاليتي، كنهضروا على تركيا، عندنا تركيا وعندنا بيان سور سلعه ديال البلاد، ولكن كيجيب لكم احسن ما كاين. شوفوا البنات الارقام باش تواصلوا معاه، كتبان لكم على الشاشه. كيبعث في كازا وفي جميع مدن المغرب. شوفوا والناس اللي بغاو يجيو عنده المحل قصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه الدار البيضاء، كيسدوا فقط غير يوم الجمعه. والانستغرام ديالو حتى هو كيدير فيهم هاد الهوتات، غتلقاو حتى هو على الشاشه. البنات ما تنساوناش لا جيم بارطاج، ما نطولش عليكم، نضوا الكاميرا وتفرجوا معايا. شوفوا السلعه، الفن واللوز ديال السلعه اللي كيتسنى لي مامو والحوامي. وهو السي ياسين، مرحبا بك. بخير؟ كي دايره؟ لاباس. بخير تبارك الله عليك، انت بخير؟ الله يحفظك اختي منى، انت مزيان الحمد لله. بارك الله فيك، مرحبا بجميع لي كليان. شكرا لك، شكرا لك بزاف على الاثمنه اللي كدير. والله الا شكرا لك، احسن سلعه لا كاليتي ما نهضروش عليها، واقل ثمن في السوق. للاشاره الرقم ديال الهاتف ديالو راه كيبان لكم على الشاشه، ولا باج انستغرام تقريبا يوميا كتحط دي ستوري باستثناء يوم الجمعه، حيت الجمعه كنسد. فوالا، ولكن راه وليتي اكتيف تبارك الله في الانستغرام، يعني دائما فيما كتدخل شي سلعه. بحال دابا مثلا ان شاء الله غادي يدخلوا المبره ديال هادو اللي غنوريكم دابا، ان شاء الله غير اون فوا عاود يدخلوا ويحطهم لكم. تبارك الله عليك، كيف ما سبق وذكرت الناس اللي بغاو يجيو عندو المحل ما تجيوش غير الجمعه، واخا تنقولوها تيجيو الناس. فوالا والناس ديال المدن مرحبا بكم. كازا بشحال الارسال؟ 20 درهم. خارج كازا 40 درهم. تبارك الله عليك، باش غادي نداو السياسي؟ باش ما كانت الكوليه ديالك كتوصلك ب 40 درهم. فوالا، حيت كاين اللي كيصحاب البياسه، راه الكوليه واخا تكون قد هكا، هانتوما قد هادي كلها كتوصلك ب 40 درهم. واه السلعه تجيك حتى للدار. تبارك الله عليك، يعني الدفع عند الاستلام. تبارك الله على السياسيين. نبداو بالهوته. الهوته هذه اللي قلت لهم انا، ديجا قلت لهم الثمن راه ما تيقش. عندي في الانستغرام راه شافوا هذه. شوفوا معايا لا كاليتي، بدا كيدايره بالكابيوش، كنهضروا على الكانيش ها انتوما. شوفوا بالطريرقات من التحت، شوفوا معايا. شوفوا واش هذا الشيء كتلقاوه ب 60 درهم؟ غيقولوا لي يا البنات في المكازا الخاصين ببيع ملابس الاطفال. شوفوا معايا الكابيوش من اللور، شوف شوفوا شحال فنين، 60 درهم وديال المبره اللي كنا ورينا في اخر فيديو مع خويا ياسين، حتى هما غيتوفروا وبلو ميم بري 60 درهم. هادو راه فيهم اللوينات اختي منى، ها انتم عندنا الماغون مع البيض. يعني بنيه ولا وليد. فوالا شنو عندها هادي راه تخدم ليها. فوالا غير باش نقول لكم هادي من هنا، شوفوا ها انتم السنسله كتجي كاشي من هنايا، عاد الطريقات من هنايا وموديل مخدوم. هادي الغوص ديالها انا غنبعد باش يبان لكم بلو سيال، وعاد الكري، الكري حمقني. شفتوا بنات ولا الكري ولا الماغون؟ تبارك الله عليك. وهذه راه كاينه كميه موجوده حاليا الحمد لله، اللي بغاتها زعما بغات 3 4 5 القطع راه كاين. هذه اختي منى ب 60 درهم. وبالنسبه للاعمار واش ستوندار؟ يعني من الزياده بالنسبه لي انا تل 6 موا قريبا، الا كان 6 شهور ما غلاتش بزاف راه تجي. المهم دايرين فيها 6 شهور هنا. فوالا تل 6 شهور، انا بان لي غير بالعين تل 6 شهور. نمشيو لهذا الموديل. الثمن 60 درهم البنات، 60 درهم هذا. شوفوا كيحمق، شوف شوف شوفوا كيفاش كيجي داير بهذا، بحال ستيل ديال افي كوير من هنايا، حتى هو كتجي فيه السنيسله بالكابيوش ديالو بلودينات. شوف شوف باش ما تقولوش ما كنبرعوك. ما شاء الله على خويا ياسين، هانتوما السنيسله كيف ما قلت لكم كتجي جنب. شوفوا الماغون ديالها دائما مع البيض، كيجي بحال وجه ديال الفيل. هذه اللي كتشوفوا معايا زعما هنا بحال الخرطوم، شفتوا؟ تبارك الله عليك، هذه لا كولور الثانيه اها. دوزنا بلوسيه. فيها حتى هي الكري ديالها. الكري ديالها. حتى اللي بغات تاخذ مثلا موديل من هنا وموديل من هنا لولدها ولا لبنتها. وعندنا لو غوز. يعني هذا الموديل حتى هو 60 درهم. فيه بنوتات وليدات. شوف. موديل الثالث. ها
هذا كيجي فيه جوج ديال القطع، يعني كتجي لا غونيير وفيه ليموفل. شوفوا كيفاش كيجي داير بلي بوطون من هنايا، كيبان بحال جوج القطع بحال جوج ولكن مخيط. تبارك الله عليك. هانتوما شوفوا من هنايا، شوفوا لا كاليتي طايحه. هذه تقدري مثلا تلبسيه لا غونيير مثلا ديال القطن، وهذه تماما تخرجيه به. شوفوا البيبي من زياده تال 6 موا. هذه الماغون فيها الكري، هذه زايدين كي قلت لكم لي موفل، يعني اللي قات زايدين فيها الزرق، فيها الغوز. تبارك الله عليك. وكاين راح قرش البنيتات، وكاين حتى لو غوز. شوفوا معايا وبشحال شحال اخويا ياسين؟ 60 درهم فقط. البنات لي جام عافاكم، لي جام والبارطاج، ما تبغوش انا بلا جام والبارطاج. ديما تنقولها واخا ما تكونيش انتريسي بهذا لا فيديو، ديري جام بارطاجي مع الناس اللي عندك مثلا في لي كونتاكت ديالك. يقدر مثلا يطيح في اون مامو غدعي معاك، والله الا غدعي معاك لان غتبرع. فين غنمشيو السي ياسين؟ ولكن هادو ما بقاش فيهم بزاف. هادو ما يمكنش شحال واعرين. هادو تركيا. وسمعوا الثمن، سمعوا الثمن. شوف شوف شوفوا بالكل صديفات من هنايا، كيجي فيها البوني ديالها شي حاجه رائعه. لا مارك بيبي لينا كيف ما كيبان لكم، شوفوا كاليتي توب. كاين هذا لو موديل، هذا هذه لا كولور الثانيه ديالو اللي هو الشويبي، والغوز ما بقاش. لا ما كيجيش فيها الغوز، ما كيجيش فيها الغوز اصلا. فوالا، يعني ممكن هذه بنوتات حيت هذا بحال انغرينيود، وممكن هذه يمشي للوليدات. لي طاي اللي فيها هذا اختيمونا فيها من الزياده حتى 6 موا، وراه كتجي وافيه. ولكن لا كاليتي صراحه واعره طوب. كنهضروا على المبره رقيقه معروفه ومقيطنه من الداخل. شتو هادو راه في لي ماكازات الاخرين اختي راه كيعرف اختيمونا شحال. هاد الشميله، هاد الشميله خياليه بلا ما نقول لك، والناس اللي كيشريو غير وافقوني الراي. شوف اللي كتوجد حقيبه الولاده هذه هي الفرصه. الا طاح فيك هذا الفيديو راكي مرضيه الوالدين، غتاخذي احسن حاجه باقل ثمن. هذا موديل ثاني غير اشاره، هذه اللي هنا طريزه ماشي صباغه. كيجيو الصديفات ولا الطريرقات بالجنب بالبوني ديالها، فيها اللوينات. عندنا البيض مع السيال، عندنا البيض مع الكري، وكاين البيج، وكاين البيض مع البيج. حتى هي من الزياده تال 6 موا، تال 6 موا. كنهضروا على تركيا. هادو كميه محدوده دابا، حيت هاد السلعه ما كاينش بزاف في السوق. باش نقول لك اخويا ياسين كيمشي حطها في الانستغرام قبل ما نجي نصور وكطير نصها. هادي هادي حمقاتني، اللي عندها بنوته عافاك لما جي خدي لها هادي. هادي باش عجبتني كتحيد الطريقه، ممكن انني نحيدها. شتو شوف دائما القدام، شوف شوفوا لا كاليتي كي دايره. شوف رائعه، كنهضروا على مبر قطن، مبر مقطنة. وعاد ملي كديري لها هادي منها رياقه ومنها كتعطي ديكور، فيها هاد الفريفرات من هنايا شي حاجه ما يمكنش. وفيها البنات ثلاثه اللوينات، ثلاثه اللوينات. عندنا الصومو اللي هي هادي كتحمق، هادشي كلشي كتشوفوا معايا هنا الطريزات، هادشي كله مطروز. شوفوا لا كاليتي كي دايره، كدوي لي جيم لي جيم لي جيم والبارطاج. الا بغيتي حقيبه الولاده ان شاء الله راه غنوريكم حتى لي ساك، وجدها لك دو ا ا زد ياك، من كلشي لي بودي لي غونيغ البيسات المانطات كلشي متوفر، وتوصلك حتى للدار بلا ما تضري بلا ما تعذبي. شوفوا البيضه ديالها، شوفوا شحال كتحمق. اللي بغى كادو، اللي بغى كادو هذه هي الفرصه. وعاد فيها الغوز ديالها، اللي بغى كادو ما تفلتوش هاد لا فيديو. هادي سلعه واعره. شوفوا البنات دابا غنجيو للثمن، غنديروا لهم حنا 99 درهم. تبارك الله عليك. واش هذا الفن هذا كتلقاو بهذا الثمن هذا؟ كنهضروا على تركيا. كاين ثاني حتى هذا لو موديل ديال الاولاد، باقي فيه الكري والبيج. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي داير بالجاكار. شوفوا معايا البوني، ها نتوما فيه الكري مفتوح مع البيض، وفيه الكري مغلوق مع البيض. حتى هو من زيرو مو، يعني من الزياده حتى ل 6 شهور، ولو ميم بري 99 درهم. تبارك الله عليك. وعاد كاين هذاك، هذاك انت هذا اختي منى ديال البنات، هذا تا هو حمقني. شوف في هاد لا دونتيل فوق الثوب، شوفوا التفركيس للبنوتات، شوفوا لا كاليتي ديال الثوب. هذه مبره مقطنه غيي بالبوني، كنهضروا دائما على جوج ديال القطع، فيها البنات لو غوز وفيه البيض. والثمن دائما 99 درهم من زياده حتى ل 6 شهور. في البنوتات دائما شوفوا شحال كيهبل، شحال كيسطي. شوفوا 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 ما شاء الله. غير هو هذا بقات فيه 4 القطع اللي من نصيبها، لا مارك بيبي لينا دائما. شوفوا شوفوا اللبسه دابا غادي نبعد باش تبان لكم كامله، متوفره في جوج اللوينات لو غوز والبيض، من الزياده حتى هي حتى ل 6 شهور. والثمن ديما 99 درهم واعرين. ربعات البياسات اللي بقاو فيها. وبالنسبه للوليدات كاين هذا الموديل هذا اللي وريتكم. شوف شوف شوفوا لا كاليتي ديال الثوب، بغيت تشوفوا لا كاليتي ديال الثوب. شوفوا الصديفات، شوفوا الديزاين والبوني ديالو، شي حاجه روعه. هذا ما كيجيش فيه التقشرات، ها انتم كيجي بحال هكا فوالا، على حسب الذوق ديال كل سيده.
فوالا هذا بقى فيه غير الكغي، غير الكغي اللي بقى فيه، حتى هو من الزياده حتى ل 68 99 درهم. وكاين هذا لو موديل، هذا بالنسبه لي ديال الزياده ديال لا كلينيك اولا ديال السبوع. هانتوما راه كاين بزاف ديال لي موديل. دابا نعطيكم اقتراح، كاين هذا للوليدات، شوفوا كيفاش كيجي داير. كنهضروا على الميبرا المقطنه رقيقه زوينه بزاف، فيه البوني وفيه لي موفل. شوفوا معايا البنوتات، شوفوا معايا لا دونتيل، شوفوا البتي روبون، شوفوا هانتوما دائما ثلاثه ديال القطع. شوفوا ثاني هذا لو موديل اللي بغاتو كله غوز البنوتات، شوفوا شحال كيجي غزال لي موفل دائما البوني. شوفوا هذا 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 هانتوما اللي بغاتو اللون في اللون الابيض. كاين هذا الستيل وكاين حتى التاج ديالو، شوف كيجي كامل ابيض. شوف وكاين هذا اللي فيه الغوز، تبارك الله. كاين ديال الوليدات، راه كاين بزاف لي موديل. كنا واحد المره درنا حلقه فيها غير هادو، تقريبا شحال عندك كلشي 20 موديل تقريبا. كاين بزاف ديال لي موديل، هادو قلنا ديال الزياده اولا ديال السبوع، يعني ملي كتكوني يعني في لا كلينيك اولا ديال السبوع. شوف اللي بغاتو كله في البلوسي، اللي بغاتو كله في لو غري، ها هو شتو بغيتي كله في الغوز، كله في الصومون. ها هي اللي فيها الموستاش، هي هذه نيت شحال ثلاثه ديال القطع. هذه حتى هي من الزياده، تالاش من الزياده حتى ل 6 شهور، حتى هي تال 6 موا. شحال الثمن؟ الثمن ديالها ماشي غنديروا ل 100، الثمن ديالها حنا 95 درهم. 95 درهم هاد الشكلات اللي شفتو معايا كاملين، اي شكل عجبك بنيته وليد في اي لون بغيتي 95 درهم ويوصلك حتى للدار. مره اخرى الدافعين ديال الاستلام، كنعرفوا الحواميل تيكونوا متقلين ما فيهاش ما تدور. خويا ياسين في الدمه، غتواصلي معاه وغتهناي، غيوفر لك كاع لي برودوي اللي بغيتي، كاع الملابس لي غادجيت اللي كنحتاجو. يعني مثلا دوك الالات مثلا ديال مثلا بحال دابا مثلا تيغلي بغيتي داك المعقم ديال الرضاعه، كلشي سيغ كوموند، البوسيت لي برودوي. هانتوما عنده هاد البلاصه هنا كلها خاصه بلي برودوي. اي حاجه بغيتها غير تواصلي معاه، يوفر لك حقيبات الولاده توصلك كامله حتى لباب الدار. نبقاو دائما في الجديد. جات واحد البيجامه كاينه في الاعمار بيان سيغ وفيها حتى اللوينات، عندنا فيها البلو الغوز الكري ياك والمارون مارون بيج، فوالا بحال اللي وريتكم هنايا، بحال اللوينات اللي في لي غونيغ الاولين. تا هو كانيش فوالا، هي كتجي كيف ما كيبان لكم جوج القطع. شوف ديال البرد، ديال البرد. شوف عندنا شحال كتحمق، شوف فن 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 فن. هي دابا البنوتات حيت فيها لو غوز والسريويل ديالها، ها انتما بورتكلي بورتكلي. شتا البنات غزاله غزاله، ها انتما روعه. بيجيمات فنين كي قلنا فيهم ربعات الالوان. شوفوا وبالنسبه للاعمار دابا هذه قلنا 3 موا، 3 موا 6 موا، كاينه 3 موا 6 موا، عام عامين، وكاينه 3 سنين 4 سنين. تبارك الله، من 3 شهور حتى 4 سنين، حتى 4 سنين. ولكن كلها مختلفه ياك، ولكن في المتناول الصراحه. لا ولكن ما مفرقينش بزاف، ما مفرقينش بزاف، وغادي لكم فيهم الثمن مزيان. شوفوا معايا اللوينات، عندنا فيها الغوز اللي وريتكم، الكري والبيج، اللوينات عطينا نختموا والبيج مع كيجيو ديكرادي بالبيض. تبارك الله عليك. دابا هذه 3 شهور 6 شهور شحال غنديروا لها؟ وا قول لي انت خويا ياسين لا وتا 55 درهم. تبارك الله عليك، من 3 موا حتى ل 6 موا غتبقى لكم 55 درهم. نورمالمون 65، تبارك الله عليك، 10 درهم كل موديل نقص لك 10 درهم. تبارك الله عليك، عام عامين غنديروا ليه 60 درهم، 60 درهم وربع 3 سنين 4 سنين 65 درهم. شفتوا هاد الثمنه جد مناسبه، مفارقين بشحال؟ 5 درهم، 5 درهم. تبارك الله عليك. واللوينات سريعوا البنات، دابا الحمد لله دابا فيها كميه، الارسال في كازا في جميع مدن المغرب، السلاح حتى كتوصلك عاد كتخلصيها. شوفوا معايا، شوفوا الزاز، هذه 3 بياس، ثلاثه القطع، كيجي التريكو هذا كم، كم قطن، ها انتم تريكو كم قطن، كيجي فوق منه الجيلي اللي كتلبسيه مع البيسه، ممكن تلبسيه لها مثلا البنوته مع البيسات وحدين اخرين، كيجي كانيش. وبالنسبه للسريويل كيجي بحال هكا، هو كانيش تبارك الله عليك، بالكابوش ديالو، بالنسبه للو هو بالكابوش ديالو، كتجي بالصديفات ومتوفره في جوج ديال اللوينات. جوج اللوينات شوف فيها 3 شهور 6 شهور، زوين. واحد الحاجه هنايا في الغوز سامبل في الزريرق كيجي اسبرو كوطونيز، ولكن كيجي منقط. ها انتم جوج ديال اللوينات بنيته ولا وليد اللي بغيتي، كميه محدوده كانت فيها بزاف، كانت فيها بزاف. ان شاء الله ان شاء الله تعالى. وبالنسبه للاعمار هذه ختمونا فيها 3 شهور 6 شهور، انا بالنسبه لي 6 شهور راه وافيه، وافيه ياك، وافيه دايره فيها 9 شهور نورمالمون، هادشي اللي بغيت نقول لك، حيت جاتني 6 شهور كبيره، يعني 6 شهور 6 8 على حسب البيبي، ديما تنقولوا على حسب البيبي. 3 بياس الثمن ديالها شحال تبقى؟ 99 درهم. تبارك الله عليك، 99 درهم، ثلاثه ديال القطع، ولكن فيها غير جوج تلوان الغوز والزرق.
نبقاو دائما في الجديد. عاوده رجعات هاد رجع هاد الكاش هذا كاين اختي منى هو هذا شوفوا معايا لا كاليتي بعدا كي دايره ما شاء الله. ها نتوما اللي كيجي بحال هكا بومبي هذا كيف ما كيبان لكم. سمعوا البنات بالطريريقات كتجي فيها الطريريقه بحال هكا واللي يعجبني من الداخل مقيطن. شتو هو من هنايا بحال بحال المبره رقيقه وهنايا مقيطن. ها نتوما ها البلاصه كيف ما كيبان لكم ديال الرويس بالودينات انيق. حتى فكره هديه كادو واعر فريمون يعني المامو غتقدعي معاك. الثمن حتى هو واعر فيها. شحال غيبقى الثمن؟ نوريهم اللوينات. شحال فيها جوج الوان ولا ثلاثه الوان؟ غنشوفوا اللوان عاد نشوفوا الثمن. ها انتم شوف شوفوا البيض الودينات ديالو هذا لو بلون هذا الغوز حتى هو شوفوا الودينات والزرق اللي شفتوا معايا. المانطا ديالو اونسومبل راه كاينه. باش تاخذهم بجوج. فهمت؟ الخدة ديالها. تبارك الله عليك. بدا هادو هادو هي شحال؟ هذا شحال؟ هادو دابا 150 درهم. نورمالمون ولكن هذا خويا ياسين 135 درهم. هذا الكاش. دابا غنمشيو للمانطا. كاين المانطا ديالها. المانطا ديالو حيت كاين اللي كتبغي تاخذهم بجوجهم. ها انتم شفتوا بحال كتاخذهم كطقم. الغوص شوف ها انت اختي منى فوالا دير لي كابتور ديكرون كيجيو زوينين نفس الشكل غير كيف ما قلت لكم نفس الشركه تبارك الله عليك. هانتوما شوفوا المينطه كيفاش كتجي دايره. شفتوا شوفوا من هنا كيفاش كتجي كتحمق الديزاين ديالها انيق. كتاخديها بحال بحال الكاش وبالمخده ديالها. شفتوا البنات صراحه فنه هذه باش عجبتني في الدار ولا الا كنتي خارجه كديرها في البوسيت. البوسيت في الحمام تخدم لك كل شيء فوالا. مثلا كان البرد كانت الشتا تقدري ديري في الكاش وتغطيه بهذه. تماما تبارك الله عليك. كيجي طقم زوين. شنو الواجب ديالنا حنا هو الاثمنه مزيان والجوده تبارك الله على سياسين حتى الجوده. واخا كتاخذي شي حاجه بثمن مرخف تتكون كاليتي زوينه. مرحبا. شوفوا البنات عاوني لكم بحال هكا اختاروا اللون اللي بغيتوا. انتم عندنا هاد لا كولور هادي كاين الغوز عندنا الغوز انا غنبعد باش يبان لكم فوالا. وعندنا الشويبيه وي تاخذيهم بوحدهم ولا كتاخذيهم بوحدهم. انا في نظري اللي كتوجد ولا اللي بغات تعطي حتى كادو حيت الشكل اللي كتبغي مانطو الكاش بحال هكا كتاخذهم باش كتاخذيهم كيش بحال بعضياتهم. وبالنسبه للثمن الثمن حتى هي 135 135 درهم بالخديه ديالها. الثمن ديال المانطا غنحسبوا لك حنا الكاش والمانطا. تبارك الله عليك. بالنسبه للعبار 10 على 80 متر 10 على 80 135 درهم ثلاثه ديال اللوينات وبالخديه ديالها. ودابا غندير لكم واحد الفاصل بهذا لاساك. شوفوا معايا حقيبه الولاده شوفوا كديري فيها كاع داكشي اللي كيخص لا مامون ولو بيبي. ما شاء الله شحال كتهز هاد الحقيبه هذه غير الاشاره هذه غير هوته هذه البنات من دابا نقول لكم هوته ما فيهاش بزاف. جوج اللوينات اختي منى ها انتما فيها هاد الكاكي ولكن والبلو لا مارك كتبان لكم شيكو هوته قلت لكم ما فيهاش بزاف. فيها الكابي دو شونج وفيها لا بوندولير ديالها تبارك الله عليك. ولكن راه الصراحه مخدوم شي حاجه طوب ديال شيكو تبارك الله عليك. واعر واعر واحد الثمن خطير الصراحه. ها انتما غير باش نقول لكم باش ما تقلقوش مني الامهات هادشي اللي فيه شحال تقريبا شي 15 شي اللي جات غتبرع في هذا بلا شي كنزوق لكم هادشي صراحه نقولوها لكم. هذا هاد الساك اختي منى شي مولاه الجمال باش نخلصو غياخذوا الكليان ديالنا بقلب باش نخلصو هذاك الجمال. تبارك الله عليك. الجمله باش جايبوه هو ياخذوه بقلب. تبارك الله عليك. عتيب واعر واعر مخدوم. انا نوريهم هكا شوفوا دابا ملي كيعمر شوفوا بدا الجويبات كيفاش مخدومين. عجبني هنا ليس وهنا داير لي بحال الماطلاسي. هادو جوج جياب كبار ها نتوما بالطريريقات كيف ما كيبان لكم. راه ما تحطي فيهم لي كوش لي لانجيت راه كيهزوا. وهذه فكره حتى بالنسبه للحوامل ولي مامون اللي كيتفرجوا فينا بحال دابا مثلا الحقيبه ديال الولاده هكا توصلك. شوف عامر شوف شوف حنا هادشي دابا نتوما في الكلينيك كيحتاجوا خمسه د البيسات تقريبا شحال هنا 3 4 فوالا وحنا دايرينهم بالميكات ديالهم بالليسات ديالهم غير باش غير باش نعمروه. شوف شوفوا شحال عامر 60 60 يعني غتقاند عليك ها انتم رخيصه عندي ها انتم المانطه المانطه ديال الكروشي باقا متوفره واخا ما وريناهاش راه باقا متوفره. شحال دايره 165 165 بيجامه البيجامه اللي ورينا ديال 55 درهم ها انتم 55 شوفوا هذه ب 60 60 درهم هذه ديال الداخل ها انتم هادو لي بودي 100% كوتون ديال اسبانيا هادو واعرين كيحمقوا بالسريويل ديالهم ماشي سريويل بحال بحال كيلوت ها انتم هادو لي بودي 3 اها وهذا غرونيير وهذه غرونيير قطن جو بونس ولا مبره مبره انت تخدمون. شوفوا شوفوا لا كاليتي هادشي كلشي راه كاين وما كنقدروش نوريوه كامل. شوفوا شحال دايره هادي هذه 99 درهم 99 درهم هذه هذه شنو اسبانيا ديال برا ديال برا اشنو فين شينوا ولكن كتبان واعره واعره. شوف
99 درهم. شي واحد اخر يقول لك ديال ايطاليا، حنا كنقولوا داكشي اللي كاين تبارك الله. تركيا تركيا البلاد البلاد، الا كان شينوا شينوا تبارك الله عليك. كل مليح صراحه واعره المبرر رقيقه واعره. الا شفتيها من البعد كتصحى بها قطن، كتصحى بها قطن، هي مبرر رقيقه. وهذا وهذا قلنا هذا لونسومبل قلنا الثمن ديالو 35 درهم. هذا شوف راه كاين في اللوينات، قلنا هذه طابي دو شارج راه هي سيمونه. اللي بغات شي حاجه راه نعمروا لها الفاليز عامره تبارك الله عليك. ديك القماط الحمال الخضوي الحمال المانطا درناه تبارك الله عليك. تيغلي مثلا الا بغاتو شي داكشي غتحتاجي راه كاين تبارك الله عليك. دابا غنجيو للثمن ديال هاد الحقيبه الغزاله، شحال غتبقى هادي؟ هادي برومو ها وتا قلنا هادي اختي منى. اها دابا هادي مولاها جمال مخلصه ب 200 درهم بالجيبه هو عاد باش غايبيعها. فوالا دارو خصو يجيب الرباح ديالو. شحال غايبيع لك ليا؟ شوف شحال الثمن يعني خاصك انت ب 300 درهم تقريبا. شحال غنحسبها لك انا؟ شحال؟ 190 درهم تبارك الله عليك. راه ملي قال لكم غايبيع عليكم بقل من ثمن باش 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 خذا الجمال راه ما كذبش. داكشي اللي كاين 190 درهم، ولكن البنات راه بقات فيها 15 قطعه فقط. كاين هذا الكاكي هذا شوفوا معايا والبلو مارين ها انتوما. سيمونه هذه غارانتي في الخدمه ديالها، الخدمه ديالها واعره، كتبان لكم الخدمه كيفاش دايره واعره. على الجويبات اللي عندها هنا غير اللي شافت الفيديو الاول خصك سارع ولا تواصلي معاه. هذاك اللي دوزنا ب 100 درهم ديالها هي طار، جاوك اليوم موراه ما لقاوش تبارك الله عليك. وملي بغاتو تواصل معاه، كنتي خارج مدينه الدار البيضاء تواصلي معاه ويجمع لك لا كوموند ديالك. كيف ما سبق وذكرت هذه هي لا كونتيتي اللي فيه تقريبا واحد 13 ولا 15 كنظن 15 قطعه اللي متوفره 190 درهم فقط. لي ساك دائما كاين حتى هاد لو موديل، شوفوا هذا بلو سبور. اليوم بغينا نغازو شويه على السيكان باش اغلبيه الكليان كيسو كيسولوا على السيكات ملي ما كنبينهمش يقولوا واش عندك السيكان. راه غير ما تنبينهمش. هذا من الموديلات الجديده خطيره تقريبا، فيه داك لو ميم ديتاي ديال الماتلاسي. هنا كيجي سامبل ولكن اللي عجبني فيه فيه لي بوش بزاف. شوف مخدوم مزيان. شوفوا معايا هنايا جيب عاد جيب الكبير حتى واحد طفي الشنط واعره ها انتوما تبارك الله. هنا مقسم مقسم عندك هادو هادو ديال البوسيت كيلصقوا هنا هنا بلاصه لي لونجي، هنا بلاصه التليفون تبارك الله عليك. هنا يعني ساك عملي فريمون عملي. وانت اختي منى هنا وهنايا بلاصه الصرياف ولا لا شي ورقه ولا شي حاجه كتحطيها هنايا. وفيه ثلاثه د اللوينات باش كيعجبوني هاد السيكان، كيسهلوا الحياه اليوميه ديال لا مامو. يعني كل حاجه عندك لها بلاصتها تماما، ما كتبقيش مرونه. لي كولور اللي فيه ها انتم عندنا هاد لو غري هذا كيحمق كاين نوار، عندنا نوار ولا بلو مارين نوار 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 ها انتم شفتوا رائع وقليل نوار قليل تبارك الله عليك. وعاد البلوسيل وعندنا البلوسيل ديالو فن. شوفوا شوفوا الدرجه ديال البلوسيل كي دايره شوفوا تبارك الله عليك. بالنسبه للو بري ديالو هذا شحال يبقى حتى هو 220 درهم. شحال؟ 95 درهم تبارك الله عليك. 100 دائما و95 درهم نقص لكم على 100 ريال المهم نقص الاول 190 اللي قلت لكم هو هذا من الجديد 195 درهم. الكليان غيعرفوا الاثمنه ديال السلعه ديال البرا راه معروفه عارفين شنو كاين 300 درهم. والناس ديال المدن تبارك الله خويا ياسين دار لكم هاد لوبسيون حتى هي زوينه، ان السلعه حتى كتوصلك عاد كتخلصيها. زائد ان الساك كله عامر سلعه، يعني الساك كله عامر سلعه. شحال غيوصلها الثمن ديال التوصيل؟ 40 درهم. يعني راه ديما تنقولها ماشي البرودوي، يعني تاخذي الساك فيه 20 فوالا حتى هاد البانيو حنا غنجيو ليه هذا ان شاء الله كلشي غادي يوصلك بالثمن ديال 40 درهم فقط حتى للدار، ما غتعذبيش حتى للدار. شوفوا ثاني هاد لو موديل هذا كيجي غارنيي بالافي كوير. هذا اختي منى كيرجع كونه هذا هو الصاك العجيب. ها انتم نوريه لكم بدا من هنا شوفوا كيفاش بلاصه البيبون هانتي مقسم كل حاجه عندك ليها بلاصتها هانتي اختي منى تبارك الله عليك. شوفوا كيفاش كيجي من هنا لي لانجي فوالا تقريبا بحال الاخر غير ديزاين مختلف. وهنا الا غتحلوا كون او معنا راه غنحيد. ها انتم البنات شوفوا معايا دابا ملي حليناه هذا صاك عملي صاك وكونه كنتي خارجه كنتي مثلا مسافره اولا شوفوا معايا كيفاش كيتحل وكيولي كونه وعاده فيه هذه بحال خويميه فوالا بيبي نعس شفتوا الترقيب هذه. انتما كنتي في شي بلاصه مثلا ولا في الغابه ولا في الزنقه مثلا برا في شي كافيه ولا انتما ما ديرونجي حتى شي حاجه، كتجي هاد الشبيكه من هنا وكيبان لك البيبي ديالك وفي نفس الوقت كيبقى محمي، ما كاين لا ناموس لا دبان لا حتى شي حاجه. ها انتم شتو غزال غزال حتى ملي كتكوني مسافره عند شي واحد كتدي الكونه ديالك معاك تمام. شوف شوفوا شوفوا كيفاش كيجي داير من هنا واعر وفيه لي كولور. ما عرفوا الثمن غنوريكم اللوينات اللي فيه. فيه هذا الكري هذا
فيه فيغ كانار. ها انتوما كيفاش كيجي داير لا كولور زوين. هادو الوينات يونيسيكس يمشيو بنيتات ووليدات. كاين نوار. النوار دائما كارني بداك الافي كويغو الدوري. اي لون بغيتو كابتور ديكرون رسلو على الرقم اللي كتبان لكم على الشاشه. الكرونا شوفوا معايا الكرونا كيداير حتى هو غزال. اها وعاد البلومار والبلومارين يعني تبارك الله. عندنا خمسه الوينات. خمسه الوينات جوج في واحد كيف ما سبق وذكرت الساك وكونا. والثمن ديالو شحال يبقى؟ الثمن ديالو اختي منى انت عارفه شحال دايرين هنا. واه 450 نورمالمون. ايوا انت راه ملهوته. هذا اختي منى نحسبوا حنا 200 شحال؟ 50 لا شحال؟ 250 ثمن ديال 250 درهم باش كيتباع ساك عادي. تماما ساك عادي. انت غتاخذي الساك مع الكونه 250 درهم البنات. لا جام الكونسيبت اللي دايرين عارفينها كلشي عارفه تبارك الله. الا غتجي عندي غتاخذ كلشي فوالا. ضروري خصك تنقص الثمن فوالا. كاين كنقصها شويه 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 من الحاجه حتى الفاليت كتقام عليها ناقص شويه الثمن. تبارك الله عليك. هذا بدا بالنسبه ليا الساك عملي حتى اللي كديبلاصا بزاف ولا هذا خذي هذا ما كيبقاش بزاف هذا تبارك الله عليك. حاليا متوفر حيت يلاه جاو متوفرين فيه الوينات كنعاودها عند خويا ياسين ديال هاد الهوته ساك ميستيلا بلي برودوي ديالو. غير هو قبل ما نبداو هذه غتكون اخر دفعه ياك. صافي حتى شهر حتى شهر واحد فوالا. شهر واحد عاد غادي تكون الدفعه الجديده يعني من دابا شهرين الناس اللي بغاو عاد غيتوفر. لا قريبا تولد ان شاء الله وكتجمع فاليز سارع. هذا راه ما كاينش سارع. ها انتم الثمن فيه خاطئ. ساك ميستيلا بلولا ديكور ديالو انيق جدا كيجي بحال هكا فيه التيم ديال 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 حديقه الحيوان ديال لوزو. ها انتوما شوفوا معايا كيجي فيه لي بواني وعاد كتجي فيه لا بوندوليير كتزاد وكتنقص او تابي دو شونج تبارك الله عليك. فوالا هذا بالنسبه لو ساك. اشنو كيكون فيه دابا هذا الساك اختي منى؟ نديرو ليه عمليه حسابيه. هذا دابا داير 100 درهم نورمالمون خاوي 100 درهم كل واحد نحسبوه بياسه ديالو. ها انتوما هذا جيني طوايو جيني طوايو ميستيلا هذا 120 درهم. 120 هذا داير 500 مليلتر تبارك الله عليك نسيتو. الريحه دايره 45 درهم. اها لا ميم مارك ميستيلا الحليب 45 درهم. 45 درهم الصابونه 40 درهم. 40 درهم دابا هذه الا جمعتي عمليه حسابيه كتقام ب 350 درهم. 350 350 درهم فوالا. عند ياسين ها الصاك. اها وها الجيني طوايو وها سبراي الريحه وها الحليب وها الصابون. ها انت داكشي كامل ليسونسي اللي غتحتاجي ها هما. تبارك الله عليك. هادو هما لي برودوي الضروريه اللي كتحتاجي. شحال اختي منى؟ شحال؟ 240 درهم. كي درتي الله اعلم 240 درهم كميه محدوده. شي هادشي اللي كتشوفوا معايا حليهم 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 اخويا. اش كنقول لكم سربيو راه دابا ولاو منافسين معكم حتى الناس ديال انستغرام. هادشي اللي بقى فيه اختي منى كارطون. هادشي اللي بقى فيه اخر دفعه قبل راس العام يعني حتى راس العام الناس اللي بغاوه من دابا شهرين عاد ممكن يقدر يتوفر. شوف البنات بلي برودوي ديالو ميستيلا احسن كام دابا خاصه بلي بيبي ب 240 درهم غير نتوما خصكم تسربيو. تبارك الله على السي ياسين. البنات لا جام والبارطاج. حتى اللي بغى يعطي كادو حتى اللي بغى كادو والله الا كادو زوين. الساك بلي برودوي ديالو خطير 240 درهم فقط. والسيدات اللي كانوا كيتسناو البانيو العجيب البليابل ها هو وصل. شوفوا معايا رائع كيف ما كيبان لكم. ها نتوما كتحطيه بحال هكا وباش زوين ملي كتجمعيه كيف ما قلت لكم بليابل ما كياخذش ليك مساحه. كتقدري تحطيه مثلا تحت الناموسيه كتقدري تحطيه من مورا الباب ديال لاصال دو با زوين. وعاد مع هذه اللي هذه كتباع بوحده ولكن هذه نصحك تاخذيها معها حيت غتعاونك مزيان باش البيبي ما يبقاش يزلق ليك. البيبي يزلق ولا شي حاجه شفتو ملي كيكون البيبي يلاه صغير يلاه تزيد هذه مثلا غتنفعك بحال كيشد ليك البيبي في البانيو. راه كتفزق دغيا كتنشف. تبارك الله. دايرين فيها واحد اللعيبات هنايا هانجو سمعتو تخرشيش كيفاش بحال 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 دي بول صغيورين بحال الكويرات. اييه هانتو تبارك الله عليك. هذه كتعاونك البيبي ما كيبقاش يزلق كتدوشي ليه وانتي مرتاحه. تمام. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره متوفره في اللوينات حتى هي ياك. جوج اللوينات اختي مول هانتوما الغوز الوليدات وهاد الغوز البنوتات. انا درت معاك العكس. المهم هانتوما الغوز وهاد البلو هذا بنيتات ووليدات وتا البانيو قلتي فيه الوان تا هو فيه الكري. هانتوما فيه الغوز والغوز والكري. تبارك الله عليك. دابا غادي نجيو للثمن. بدا بالنسبه للبانيو شحال الثمن؟ البانيو غنديرو ليه الثمن مزيان 180 درهم. 180 وهذيك 100 درهم. 100 درهم بحال لونسومبل 280 درهم. 280 كاين اللي كيبيعها البانيو 300 درهم ياك ياك. كاين اللي كاين البانيو بوحدو كاين ليه 300 درهم. انت غتاخذي البانيو بهاد نقدروا نقولوا بحال بحال الكريسي ديالو ب 200 قلنا و 280 80 درهم. بغيتيه بوحدو 180 درهم
ما شاء الله. ما نبيعوش لك حنا بوحده ب 380 درهم. تبارك الله عليك. اللي ما بغاتش هذا الكريسي هذا راه غيبقى غير 180 درهم ياك. تبارك الله. وياسين كيقترح عليكم هاد لي باك. لا بالنسبه للسيده اللي كتبغي تاخذ شي حاجه زوينه وفيها بزاف ديال لي زارتيكل بثمن اقتصادي، لا بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا كادو حتى هو فيه بزاف ديال لي زارتيكل وثمن على قد الجيب. شوفوا معايا هاد لو باك شنو فيه. فيه المينطا ياك اخويا ياسين. دوبله. شوف جهه كانيش وجهه مبره. كيجي فيها هاد الطريزه ديال التاج. عندنا لا غونيير كتجي على هاد الشكل دائما مبره رقيقه. وعاد البوني ديالها واللي قلت لي تبارك الله عليك. هانتي اختي منى غنحل لكم المينطا باش تشوفوها. انا عجبني هاد لو باك كيتقن اقتصادي حتى في الثمن ديالو. شوفوا المينطا كيفاش كتجي دايره ها نتوما، ومن الجهه الاخرى بحال كتجي محفره مبره محفره. تبارك الله عليك. دابا هاد الباك هذا بشحال؟ غنوريكم بعدا اللوينات ديالو. راه اللي عجبني فيه لي كولور ها نتوما الشويبي، هاد الصفيفر هذا ما عارفاش شنو عنده، والغوز. تبارك الله عليك. يعني الصفر كيف ما قال لكم خويا ياسين اللي ما عارفاش شنو عنده، ولا غتدي كادو ما عارفاش واش بنيته ولا وليد، كتاخذ هذاك الصفيفر. هذا ما اختي منى ماشي 160 درهم. شحال؟ 135 درهم. تبارك الله عليك. باك اقتصادي فيه مانطا وغونيير بالليكات والبوني ب 135 درهم، وحتى كهديه كيجي فريمون زويون وثمن ديما على قد الجيب. عندكم فيه ثلاثه الالوان. هذا بالنسبه للباك الاول، ها هو الباك الثاني. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير مبره دائما، كتجي كيف ما كيبان لكم بالطريطيقه. تشوفوا معايا لا كاليتي ديال لا غونيير. فوالا عندنا حتى هي البوني لي موف، ها المينطا ديالو واعره. شوفوا كيفاش كتجي دايره، حتى هي دوب الفاس. انا غنرجع اللور باش تبان لكم كبر من الاخرى. شفتوا من الاخرى اختي منى؟ تبارك الله عليك. جهه بومبي فوالا، والجهه الاخرى كيف ما بان لكم كانيش، كتجي على هذا الشكل هكا. شوف كاليتي واو. وحتى هي البنات فيها لي كولور، وحتى هي غيكون فيها ثمن زوين. حتى هي فيها ثمن كيف ما عودكم دائما خويا ياسين. تبارك الله عليك. غير ما تنساوناش البنات اللي جاموا البارطاج، وبارطاجيو لا فيديو ان ماكس باش توصل كاع السيدات اللي مهتمات بهذا النوع ديال الفيديو، وحتى حامله متقله ما فيها ما الدور ما عارفاش اشنو تشري، غتصيفطي لها هذا الفيديو غديري فيها خير كبير. اختي منى الباش ياك هذا اللون راه واعر، هذا يونيسكس يجي بنات وولاد. هو ها الجون الصفيفر ديالها وها الغوز، وقلتي غيكون فيها حتى البلو. غيكون كان فيها راس ولكن ولكن غيكون اللي بغات الزرق راه متوفر فيها الزرق. يعني ربعه اللوينات والثمن الثمن ديالو هذا داير 220 220 حسبوا لي حنا ب 180 درهم. تبارك الله عليك. دائما كنقص لكم 10 20 30 حتى ل 50 درهم. مرحبا. تبارك الله على سياسي. وفي الختام ديال لا فيديو بغيت غنوريكم هذه اللافته جديده داير خويا ياسين. ها انتم المحل ديالو بحال هكا تيجي عادي، هذه اللافته اللي حدا المحل ها انتم بيبي لوكس كيف ما كيبان لكم بنفس السميه ديال لاباج انستغرام ياسين. الرقم راه كيبان لكم بيان سور، غنخلي لكم ثنايا في يعني في لا فيديو غادي يبان لكم افيشي في ليكرون. كي قلت لكم قبل الختام غادي نوريكم لي كاش اللي رجعوا، وريتكم الموديل الجديد. هذا الموديل اللي كان وبغاو بزاف ديال السيدات. شوفوا معايا بزاف اختي منى حيتاش فيه الثمن مزيان. تشوف شوف كيفاش كيجي داير رائع بالسكراتش. هذا كيجي بالسكراتش ها انتوما وبلاصه الرجيلات ها انت غزال حتى هو. هذا شحال فيه من لون؟ جوج ولا ثلاثه؟ جوج دلوان. جوج دلوان. عندنا فيه لو بلون اللي ممكن يمشي وليدات وبنيتات، وعندنا فيه لو غوز اللي كيمشي غير البنوتات، وكنظن ستوندار هذا ستوندار غيبقى يمكن يمشي حتى لك 4 موا 5 موا حتى ل 6 موا. الا كان البيبي ما عامرش بزاف يمشي حتى ل 6 موا. والثمن ديالو الثمن ديالو اختي منى الثمن القديم غنخليوه الثمن شحال؟ 100 درهم. 100 درهم فقط. هذه حتى هو هوته. الا كتلاحظوا تبارك الله خويا ياسين جميع الميزانيات ديما كنقولوها جميع لي بيدجي كاينين، وغير الاشاره وريناكم غير شويه من بزاف ديال المنطات اللي كاينين، حتى من المنطه اللي كيشعل فيها الدوره كاينه متوفره. شوفوا معايا الكونات توغدولي بالنسبه للناس اللي كيبغوا هذوك لي ساك بحال هكاك راه كاينين بزاف هاد الشكيلات اللي كيكونوا 3 بياس فوالا وفيهم اللوين الركاب تيغلي. هذوك هذوك لي باك اللي كتكون فيهم مثلا المشطه وكيكون فيهم مثلا المشطه الصغيره الكبيره المقص الكبير الصغير الموش بيبي كلشي متوفر ها نتوما فوالا الفوطات لي زور لي بوسيت سور كوموند. حيت كتلاحظوا المحل راه صغير ما يمكنش يحط فيه كلشي. ها نتوما هنايا لي برودوي كيف ما كيبان لكم الرضيعات ها نتوما هاد لي نيديرم هذا هاد لي نيمون هذا حتى هو راه كاين متوفر. البرودوي باش كنغسلوا لي بيبون حتى هو كاين ياك متوفر فوالا. هذاك ديال الدوزاج ديال الحليب حتى هي كاينه لي تيرموس ياك هادو اللي ورينا ديك المره
حتى ما راه باقيين متوفرين هادو لي تيرموس اللي كتديهم معاك وكيوليو كاس ديال البيبي من بعد. المهم راه كلشي متوفر عندهم وبيان سور الثمن المناسب، غير ما كيقدناش فيديو واحد نديرو فيه كلشي، كنبغيو نركزو غير على الجديد. اه وحاجه اخرى، هادو هاد لي باك ديال لي بودي هادو فنين. شوف شحال الثمن هادو؟ درنا لهم 60 درهم. 60 درهم اللي فيهم ثلاثة ديال لي بودي. 60 درهم وهذا بالفري اللي بغات باك اونسومبل. هادو فوطات. شوف تبارك الله عليك. فيهم البلوسيل. هادو اللي كنا ورينا قبيلة ديال 100 درهم. فوالا وهادو اللي بحال ستي البيجامة اللي ورينا. شحال دايرين؟ 35 درهم. 35 درهم. اسبانيات. تبارك الله عليك، اللي كنت وريتكم قبيلة فاش وريتكم الحقيبة الكاكي. 35 درهم كيجي تريكو ديال القطن بالكالسون ديالو، واعرين واعرين واعرين. المهم راه بزاف ديال لي زارتيكل، ما كنقدروش صراحة نركزوا على كل شيء. شكرا اخويا ياسين. مرحبا بك. تبارك الله عليك. هذا واجب. الله يحفظك. كنشكرك بزاف. الله يكبر بك. كنحلوك معنا شوية. لا لا ما كاين حتى شي مشكلة، ما شاء الله شي المحل مي كتكون عنده كي ديما كنقولها الجودة والهوتة، يعني كيجيب شي حاجة زوينة. وتبارك الله لاحظت اخويا ياسين ديما الجديد. مرحبا. ما شاء الله اخر ما كاين اي حاجه اللي كتلقاوها في لي باج انستغرام فيسبوك المواقع كتلقاوها عنده تبارك الله في المحل. كنحاولوا نقصوا في هذا الثمن واقل ثمن تبارك الله عليك. لا باج انستغرام ديالو كتبان لكم على الشاشه يوميا، كيحط فيها لي ستوري باستثناء يوم الجمعه حيت ما كيكونش خدام بيان سور. وبالنسبه للارسال مره اخرى كازا 20 درهم، خارج كازا 40 درهم. اي حاجه بغيتها توصلك حتى لباب الدار، حتى كيصون عليك الليفرور وكتهبطي عنده، يعني ما كديبلاصي ما كتخرجي ما والو. لي مامو ما تيكونش عندهم الوقت والحوامل تيكونوا مثقلات. خويا ياسين غينفعكم صراحه. شكرا لك السي ياسين، بارك الله فيك. الله يكبر بك، الله يحفظك. وكنشكركم حتى نتوما متابعاتي العزيزات، كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تبخلوش علينا لي جيم البارطاج، الرقم ديال خويا ياسين على الشاشه، لاباج انستغرام. غنذكر بالعنوان مره اخرى، هو كاين في قصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف بمدينه الدار البيضاء، كيسدوا فقط غير يوم الجمعه. قصريه الزموري راه كتجي في الشارع، اقرب محطه ديال الترام ليهم هي محطه كليه طب الاسنان. كتدخلوا مع قصريه الزموري. هانتوما اللي سولتو على ياسين، هانتوما وسورتو دابا دار لكم اللافته اللي سولتو على ياسين تماما. ياسين واحد اللي كان في القيصريه وعاونكم دابا حتى باللافته باش ما تمحنوش. ها هي بيبي لوكس كيف ما كتبان لكم. فكنشكركم مره اخرى لجمال بنات البارطاج، وغادي نقول لكم بالسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.